اه جدع والله ما تثبتها ودي عشان والله العظيم يا عم والله عارف بس مش مشكله. خلينا نركن دول كده كده الفانلز دي في الباك. قلنا لو حد جالك اقول لك انا عايز ديزاين اثنين لون صح؟ كنا بنعمل ايه؟ سموث كلر ولا بلوس كلر؟ سموث كلر صح؟ تمام؟ قلنا ايه ديزاين؟ تيجي تعمل لون كده مثلا تشيل الالوان اللي عندي دي. لو قال لك حد عايز الديزاين ده اثنين لون كنت بعمل ايه؟ بسرعه كده عشان ايه؟ نفتكره بس مع بعض. مش هاجي اروح مختار له ايه من هنا؟ تمام؟ او مش هاجي اقول له ايه؟ تمام؟ ديليت لده. او مثلا مش هاجي اقول له ايه؟ اي لون كده اروح مختاره خلاص عشوائي صح؟ طيب. امال هتعمل ايه؟ لو انا استخدم لون تاني معايا في الديزاين ده تمام؟ مثلا لون احمر. اقلب الاستراك فيل والفيل استراك. قلنا اللونين دول لو راحوا المطبع لو راحوا فصل الوان هتفصلوا كام لون؟ لون كام لون؟ لونين؟ ولا اربعه؟ ستة برضو مش قلت لكم في لازم تقول ستة؟ أربعة ماشي أربعة بناء على إيه قلت أربعة؟ ليه ما مش ثلاثة؟ عشان سيم واكيد صح؟ طيب ما برضو ممكن يبقى سيم واكيد وثلاثة مثلا مفيش فيهم أسود خالص صح؟ طيب بناء على إيه قلنا؟ شوف اللون ده كام؟ مقارنة بكام؟ لك ده فيه سيان وفيه ماجنتا صح؟ طيب ده فيه ماجنتا ماشي وفيه سيان فيه ماجنتا فيه يلو فعلا يبقى ده ثلاث ألوان صح؟ مفيش فيهم بلاك خالص، ده فيه صفر بلاك وده فيه صفر بلاك، صح؟ طب لو انا جيت هنا زودت بلاك شوية. تروح خليه 185 0 20 25 مثلا. تمام؟ ده معناه ان ده فيه أربع ألوان، ده واخد من ثلاث ألوان وده واخد من إيه؟ من لونين تانيين مثلا، بس في الآخر الديزاين بتاعي اللي أنا عامله ده مستخدم فيه اللونين دول بس، تمام؟ مستخدم فيه كام لون؟ أربع ألوان صح؟ تيم وركي صح؟ طيب لو انا عايز اطبع ده اثنين لون كنت بعمل ايه؟ كنت باجي في السواتشز تمام؟ في السواتشز مش تحت انا مش عندي مش بستلك معايا ديزاين في كلر سواتشز تمام؟ باجي اقول له اللون اللي انا واقف عليه ده او مش هو ده مثلا اعمل لي نيو كلر اهو ماشي واقول له ايه؟ دبل كليك عليه عشان اعمل له ايديت واقول له ايه؟ ده بروسيس ولا سبوت سبوت كلر صح اوكي واجي هنا على ده اقول له ده خليه دبل كليك خليه سبوت كلر حولته سبوت جالي قدامي الرمز بتاعه هنا ان ده سبوت صح اتكلمنا عن ده بالتفصيل مرتين مره في الاستريت ومره في الاند زي تمام طيب اللي دول بقوا سيم اوكي بقوا سيم اوكي طيب دلوقتي الفايل كده لو راح اتطبع هيتطبع لونين ولا اربعه؟ لونين ليه بقى؟ انا عامل لونين دول سبوت صح فلو جيت استخدم اي حاجه تاني في الديزاين بتاعي اكتب تكست مثلا تمام هلونه بايه انا كده ملونه باسود صح ده معناه ان اللون هيطلع ايه اللي هروح افصل الالوان هتطلع ايه ثلاث الوان صح ولو الاسود ده واخد اربع ميات هيبقى اربع الوان واللونين السبوت يبقى ست طب الحل خلاص انت عايز تعمل التصميم بتاعك لونين يبقى ايه استخدم اللونين دول بس هاجي هنا انا ما التكس الون بايه؟ باللونين اللي انا عاملهم سبوت اللي هم ده وده تمام؟ ممكن كنت تغير الاسم دبل كليك غير الاسم بتاعه لو عايز تمام؟ انا قلت له هلون بايه؟ يا باللون ده يا باللون ده اللي هم ايه؟ سبوت كلرز صح؟ قلنا لو انا جيت افصل بقى الالوان اجيب حاجه بتفصل لي الالوان في عندي اوت بوت صح؟ حاجه اسمها السبريشن بريفيو بيوريني انا شغال صح ولا لا؟ ايه ده؟ قبل ما تعمل لونين السبوت كان هنا ده سيم وكي بس ضاف لي لونين جداد اللي هم اللونين السبوت يبقى الديزاين بتاعك ده مش بيتكون من سيم وكي اللي هي الوان الطباعه اهو والدليل اهو شيل السيم وكي مش حاجه بتاثر في الديزاين يبقى الديزاين ده مكون من انهي لون؟ اللونين دول صح؟ اللي هم السبوت قلنا بيروح المطبعه ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لك لونين جداد ما بيطبعلكش حاجه سيم وكي بيطلع لك لونين جداد خليط الالوان الجديد ده علبه لون جديد لون جديده باللون ده وعلبة لون تانية باللون ده صح؟ طيب علشان ما يكلفكش انك تطبع اربع لون صح؟ وبرده في فصل الالوان بيدي لك ايه؟ فيلمين فيلم ده فيلم ده صح؟ بس اثنين صح؟ لونين هو بيجي يروح باصص هنا وشايل سيم وكي لقى ان انت عندك لونين فبيطبع لك لونين بيعمل لك
فصل الالوان لونين بيطلع لك لونين. شفنا الفيديو اللي جابه عبد اللطيف بتاع فصل الالوان صح؟ لا مش هو، ما هو شكله كنت مش فاهم اصلا الالوان. طب ممكن ايه الميكس؟ اه تمام، قلنا في حاجه جديده في الاند ديزاين على الاستريتور، ان انت تعمل ميكس ما بين اللونين دول صح، اللي هو ايه، خلي بالكم احنا بنراجع مش بنقول بالتفصيل ماشي. فبقول له نيو ميكس سواتش تمام، اقول له هات لي اللونين اللي انا عاملهم سبوت دول، خليت لي منهم طلع لي لون جديد صح، طلع لي لون جديد اهو اسمه ميكس تايم صح. واحد كمان علم على الاثنين صح، اوكي طلع لي اللون جديد، دول هيبقوا سبوت برضه تمام، يعني دول مش هيزودوا لي الالوان لو انا جيت رسمت بيهم، رسمت بيهم كده مثلا. فجيت اخترت ده كده تمام، قلت له شيل الستروك. شيل الستروك ليه؟ لان الستروك اسود هيزود لي لون، انا مش عايز ازود لون صح؟ طب ما انت ضفت لون ثالث اهو. قلت له لا ده مش لون ثالث، ده لون خليط ما بين اللونين دول صح؟ مش انا لسه عامل نيو ميكسنج صح؟ طيب قلنا برده كويس انك فاكره يا انجلو بس لا يا حبيبي الانزيم جامد فصل الامر، زودت لونين صح؟ وفي الاخر انا ما زودتش الوان خالص. طب بص شيل السيما اوكي مفيش حاجه، هما برده لسه لونين دول بس درجاتهم صح؟ تمام؟ هنشرحهم ده بالتفصيل. طيب في مشكله؟ مفيش مشكله، يبقى انا زودت لونين هما مش لونين زياده. الامكانيه دي الاوبشن ده مش موجود في الاستريت، مش لونين زي بس نيو ميكس ايه تمام؟ بيجيب اللونين، ما احنا قلنا ان الراجل بتاع المطبعه هيطلع لي اللونين صح؟ ماشي؟ هنا بيحط لي اللون ده 100% واللون ده 100% صح؟ قلنا في الاستريتور في اوبشن واحد بس ان انت ممكن تقلل وباستي صح؟ هتحسسك ان اختلاف اللون صح؟ لكن في الاند ديزاين لا، في ان انت ممكن تجيب لون من ده تحطه على لون من ده تطلع لون جديد من اللونين الاساسيين بتوعك اللي انت مستخدمه اللي هم السبوت كلر صح؟ فمحدش يروح يعمل لي ايه؟ نيو ميكس الانك ويروح جايب لي لون ثالث معاه او لون من اللي فوق ده. ده معناها ان انت كده دخل لون ثالث، مش تيم اوكي اهو؟ لا، انا بعمل ميكس ما بين اللونين الايه؟ السبوت تمام؟ عشان ما ادخلش لون ثالث، لان لو دخلت لون ثالث بالشكل ده هيتفصل الوان ثلاثه صح؟ وهيطلع ثلاثه، يبقى انا عملت ايه؟ مفيش حاجه. كل ده كل فصل الالوان ده عشان خاطر ايه؟ اوصل لنتيجه ان انا اعمل ايه؟ فصل لما اروح فصل مكتب فصل الالوان يطلع لي ايه؟ زيتين صح؟ اللي هو سي تي بي تمام؟ ولما اروح اطبع يحاسبني على تكلفه اللونين مش اربعه صح؟ ده بسرعه كده. خلينا برضو نتكلم، قلنا في التيبلز صح؟ الجداول بسرعه تمام؟ وبعد كده نشوف الانيميشن برضو بسرعه. انا زعل نفسكم خالص. تمام التيبل كنت برسمه ازاي؟ كنت برسم تكست فريم صح؟ تمام ماشي، واقول له تايب تايب تيبل صح؟ تيبل قال لك انا عندي منيو كامله اسمها تيبل ايه؟ انا اكيد ما بشوفهاش دايما يعني في حاجه غلط تمام؟ قلت له تيبل انسر تيبل صح؟ قال لك عايز كام صف وكام عمود تمام؟ تيبل انسر تيبل عايز كام صف وكام عمود، قلت له اوكي فين التيبل؟ حد يقول لي فين التيبل؟ لا اترسم، راح فين بقى؟ لو واحد ذكي كده يقول لي راح فين؟ اعمله اصفر. التيبل لما بترسم بترسم اسود تمام؟ والاسود ده مش لون من الالوان اللي انا عاملها سبوت، مش انا كنت عامل سبوت كلرز دلوقتي وانا خايف ان سيمو اوكي، اظهر سيمو اوكي تمام؟ تعالى امسك الجدول، اعمل بقى اعمل جدول دلوقتي اهو، الجدول موجود صح؟ ده جدولين في جدول، مش انا عملت جدول وعملت انسر جدول تاني صح؟ انت كنت خايف السي مو اوكي صح؟ والوان الجدول كانت سي مو اوكي. ما علينا، افتح فايل دي عشان ما تلخبطش. ما علينا بس عشان ما تلخبطش، خلينا في الجدول دلوقتي. عملت تكست فريم صح؟ بقول له انسر تيبل انسر تيبل صح؟ بقول له كام صف وكام عمود تمام؟
وعايز كام هيدر. الهيدر اللي هو ايه اللي فوق ده اللي بتكتب فيه الاسم والعنوان وكده صح. ايه لازمه الهيدر ده؟ لازمه الهيدر ده انا ممكن اكررها في اكتر من صفحه، يعني هكمل الجدول ده في صفحه ثانيه فيبقى الهيدر يطلع لي ثاني صح. لو انت مش عامل هيدر مش هيبقى موجود صح. طيب لو انا علمت كده خلي بالك عندك في النسخه العربي اتجاه الكتابه هيبقى منين؟ من هنا. يبقى انت هتيجي تقف هنا عشان يجي لك الكورنر ده ماشي. بقى لي تقول يا جماعه بعدل على الجدول للتايب 2 صح. قلنا عايز اغير المقاس بتاع الايه ارتفاع السيلز دي، باجي من هنا اقول له ايه خليه ارتفاع السيل ده 1 سم، لا خليها مثلا 7 من 10 سم او 5 من 10 سم اتليست، لا خليها اكزاكتلي بالظبط الرقم اللي هحطه ده يطلع هو بالظبط. قلت له خليها مثلا 1 سم تمام كبر صح. طيب لو انا جيت هنا عايز انقل الاعمده دي كنا بدوس ايه كده بيطلع لي الجدول اللي بره كله صح. طيب كنت بدوس ايه وانا بحرك؟ كنت بدوس شيفت صح. قلت له ده المسلسل ده كده الاسم ده النوتس مثلا تكون اكبر شويه صح تمام. قلنا برده عندي حاجه اسمها ميرج سيلز، رايت كليك واقول له ميرج سيلز ها بيدمج لي السيلز دي الخليه دي بخليها خليه واحده. برده كان عندي اقول له ايه انميرج سيلز، لو علمت عليها تاني قلت له انميرج بيرجعها لي تاني صح. لو عايز اعمل الخليه دي اتنين رايت كليك واقول له سبلت هوريزونتلي راسي او افقي صح، خليها تكبر شويه عشان اشوف تمام، فاقسمها لي اتنين كده او اقول له سبلت فيرتيكالي راسي تمام، او اقول له اتنين سبلت هوريزونتلي وبعدين اجي لدي اقول له سبلت فيرتيكالي صح. لو انت عايز تكتب السعر قلنا القرش والنيو والكلام ده صح تمام. عايز تكبر ده كله كده تعالى اقف ايه بالتايب تول طبعا هي اللي بتعمل ايديت هنا، كبر شويه كبر لي ده شويه تمام، واكتب فيه يعني زي ما انت عايز التكست بتاعك. ولا برضو انا جيت كتبت سيريال مثلا مسلسل وجيت قلت له اقلبهولي كده صح، خلوني في النص فوق يمين وشمال خليه في النص فوق تحت صح. برضو لا تيجي تكتبه هنا او بلاش اكتب كل حاجه مره واحده وبعدين اعدلهم كلهم مره واحده خالص النيم او برودكت برودكت صح. بالتاب تبين لي ايه السيل اللي بعديها قلت له برايس صح وهكذا كاونتس او نمبرز صح تمام. عايز اعلم على كله كده تمام، اعلم على التكست كله كده تمام، خليهم كلهم في النص في النص من فوق تحت خليهم يكبروا شويه بس بلاش تكبر اكتر من كده عشان ايه لو كبرت اكتر من كده هيجي لك ايه النقطه الحمراء دي معناها ايه التكست كبير قوي صح على الايه كبير على الفريم ده او على السيل دي الخليه دي تمام او الخانه دي. إيه قلنا برضو ان عندي من تيبل حاجه اسمها ايه تيبل اوبشن صح. التيبل اوبشن عندي تيبل ستاب ممكن اعدل في البيزك اوبشن بتاعت الايه او بتاعت الجدول ده ازاي، ممكن اقلل عدد ايه اقلل عدد صفوف صح او ازودها تمام. ممكن اقول انا عايز فيه هيدر، الهيدر ده اللي هعمله امتى؟ لما يبقى فيه خانه تحت هكتب فيها الاجمالي مثلا التوتال او توقيع مثلا او اي حاجه صح. بزود ايه بقول له ايه عايز فوتر رو صح هنا ايه دي عايز اعمل كده بعمل عليهم كلهم كده اقول له رايت كليك ها سبليت فيرتيكلي طيب ايه تاني يا جماعه قلنا تيبل صح تيبل اوبشن تيبل سيت اب قلنا عايز اغير البوردرز بتاعت الايه الجدول ده ممكن اكبر هنا صح عايز اغير الشكل يبقى خطين عايز اغير اللون تمام زي ما تحب ارجعه اسود تاني او ارجعه خليه ازرق تمام. اقول لك انا عندي برده حاجه اسمها روستروكس. روستروكس دي ايه ها لكل كنت عايز مثلا اعمل خط منقط وخط سليم، خط منقط وخط سليم، خطين منقطين وخطين سليم صح؟ ازاي؟ اقول له every other row
واقول له الخط الاولاني يبقى تمام كده، خليه 2 كبير شويه. ايه ده؟ ده الفيرست، لا مش من هنا، ده مش الحجم، خليها الاخر اهو. بكبر الايه؟ الروستروك. تمام تمام اهو كده. والتاني رفيع، ممكن اكبر التاني شويه اهو برضو، انا بغير العدد. الويت الوايت اهو تمام، السمك بتاعه اهو تمام. تخلي واحد رفيع واحد تخين صح؟ طيب ازاي؟ لا ده انا ممكن اقول له خلي ده، خليهم نفس الحجم بس خلي ده منقط، يبقى واحد منقط وواحد سليم صح؟ لا تغير لي اللون تمام؟ صح؟ قلنا دي بتفيد امتى؟ انت مثلا تكتب اسم حد هنا في النقط دي وتقلل المسافه دي ما بين الايه؟ الخانات دي تمام؟ طيب برضو عندي حاجه تانيه اسمها الفيلم صح؟ وعندي زي ما في ستروكس روستروك الصفوف في الاعمده، عمود بلون وعمود بلون تاني صح؟ برضو عندي الفيلز، الفيلز دي بتعمل ايه؟ بتلون الخليه نفسها بقى، بتلون لي الصف نفسه تمام؟ او العمود، حاجه من الاثنين، ما ينفعش الاثنين مع بعض كده بقى، مش هيبقى جدول، هيبقى خارج سريالي بقى، تدخل لي خليه بلون ايه ده؟ مش جدول صح؟ فانا لو جيت هنا وقلت له every other row ده معناها ايه؟ العدد ده العدد ايه يا جماعه؟ انت ممكن تقول له لا 2 1 3 1 لا 2 و2 او 1 و2 تمام؟ 2 بلون و2 بلون تاني بس، لا خليهم 1 1 تمام؟ اختار لون صح؟ واقول له التنت بتاعي ايه؟ باي ديفولت بتلاقيه مقلل التنت تمام؟ ليه بقى؟ هقول لك ليه؟ لان الديفولت بتاعه بيبقى فيه واحد ابيض واحد ايه؟ بلون تاني صح؟ طيب ما هو ابيض واللون التاني ده، اللون التاني ده ما ينفعش يبقى غامق، فهو بيروح مزود لك التنت، مقلل لك التنت على اساس ان ايه؟ يبقى فاتح هو كمان، عشان ما ينفعش تكتب على واحد بغامق وتكتب على واحد بفاتح صح؟ عشان ما ينفعش يبقى عندي واحد غامق وواحد فاتح في الجدول، ليه هضطر اكتب على واحد على الغامق بفاتح والفاتح بغامق صح؟ هو مش عايز دي تمام؟ فمزود لك التنت، انت مش عايز تعمل كده اوكي براحتك، زود التنت او بقى سايب خالص اهو تمام؟ قلل التنت سايب بتاعك بس، شيل الاثنين دي خليها واحد بس، بقى كل صف كده. ولا عندي هيدر وفوتر، ممكن تزود عدد الهيدرز او تقلله او تشيله خالص. كان عندي حاجه اسمها ايه؟ ريبيت هيدر. ريبيت هيدر دي كانت بتعمل ايه؟ لو وصلت اوكي تمام، جيت على الفريم بتاع الجدول ده عملت كده صح تمام، رحت جاي الجدول كده ناقص صح؟ صح ولا ايه؟ ناقص، عرفت من ايه؟ ما هو صح في مربع احمر اهو. لو انا جيت كده طلع عايز اكمل الجدول ده في منطقه ثانيه، في صفحه ثانيه مثلا، هنشوف انا عندي صفحات ثانيه اصلا، عندي صفحات ثانيه، قلت له هات لي ويندو بيجز زود لي صفحه تمام. نزلت على الصفحه اللي تحت عايز اكمل الجدول، قلت له كمل لي الجدول هنا صح؟ ايه ده؟ كمل لي الجدول هنا بس جاب لي معاه ايه؟ ايه ده؟ ده جاب لي معاه ايه يا جماعه؟ الهيدر صح؟ تمام؟ وخلي بالك مش دي برودكت صح؟ لو انا جيت هنا قلت له ايه؟ خلي برودكت دي نيم، انزل تحت شوف نيم صح؟ الهيدر ثابت مش انت اللي بتكرره اصلا تمام؟ قال لك ما هو عشان انت من صفحه وصفحه ثانيه، لو واحد جه بص على الصفحه دي ما يعرفش الجدول ده بتاع ايه صح؟ من غير ما يشوف الصفحه اللي قبليها. طيب في برضو عندي اوبشن تاني، لو انا جيت كده كملت الجدول ده مش هنا، امال كملته فين؟ رجعت خطوه كده كملته في نفس الصفحه. ليه في نفس الصفحه؟ مثلا هكتب حاجه في النص مثلا بص اللي حصل، عمل لي هيدر صح؟ خلي بالك برضو لو في فوت، لو في فوتر هيعمل فيه نفس الحكايه، هيكرر الفوتر صح؟ طيب هو ليه كرر الهيدر؟ انا مش عايز كرر الهيدر طالما في نفس الصفحه، كرر الهيدر بس لو انت هنقلك في صفحه ثانيه صح؟ لو هكملك في صفحه ثانيه. كنت بعمل ده ازاي؟ تعلم على الجدول بتاعك، دبل كليك خش جوه الجدول، تيبل تيبل اوبشن، مش متاكتفها ليه؟ عشان انت مش واقف جوه الجدول بالتايب 2 صح؟ طيب قول له تيبل تيبل اوبشن تيبل سيت اب صح؟ ممكن على طول تروح جايب هيدر الفوتر، او ممكن تخش على تيبل سيت اب بعدين تجيب هيدر الفوتر از يو لايك تمام؟
انا جيت هنا قلت له ايه؟ انا عايز، بيقول لي عايز تكرر الليدر امتى؟ قلت له لا، وانس بير بيج، واحد بس في الصفحه صح؟ طيب الصفحه الثانيه هيبقى فيها هيدر، لو انا جيت مثلا كملت في صفحه ثانيه او تعال دوس كليك على المربع الاحمر ده تمام وكمل. خلي بالك الهيدر ما اتكررش في نفس الصفحه، لكن هنا اتكرر صح؟ صح ولا ايه؟ ليه؟ عشان انا قايل له اتكرروا بس في الصفحات الجديده، لكن في نفس الصفحه ما اتكرروش. ده لو انت مثلا بتكتب وفي السنوات السبع السنوية اختلف التعداد من كذا لكذا، تعمل جدول تاني بيكمل الجدول، وبعدين جدول تالت بيكمل الجدول في حته تانيه. اوكي؟ طيب دي الجداول. بالنسبه للجداول خلينا برضو نتكلم بقى عن الانيميشن عشان ايه؟ المحاضره تخلص. بس بعد ما ايه نسيب ده بسرعه كده نقول ايه؟ اول الرشا كانت سالتي يا رشا؟